زين أول شيء أنا ما بقول اسمك، أنت لازم تقول اسمك للكاميرا. مرحبا أنا مروان تلولي. زين أحلم تشرح لي عشان خاطري والله ما فاهم. أنا بس أعرف الاسم انتشر وأشوف فيديوهات كل واحد هو يقول اسمه هو مروان. قلت يا أخي أنا بس بفهم شو السالفة، بس بعد ما عرفت ما حتى ما سألت، وحين موجود أنت قدامي أنت وصلت عندي لحمه ولحمه. فأنت خبرني شو اللي صار. القصة أنس جميلة جدا. أنا قبل 10 سنوات كنت بشتغل على الإنترنت، بعكس تجربتي أنا الشخصية على الإنترنت. أوكي. ففي بعض المؤسسات والأشخاص أخذوا الفيديوز حقتي من اليوتيوب وصاروا يعملوا أوبتن لفايلز حقتهم عشان ياخذوا الترافيك على الداتابيز حقتهم ونشروا. فعطوه في قنوات الأفلام، مش عارف قنوات الألعاب. فصار في أي مكان تروح تفتح يطلع لك مروان تلولي. أي مكان ما عدا الثلاجة وتحت. بس فأخذ الطابع هذا وفجأة سبحان الله يعني. بس هالفترة صار وايد. هالفترة هذه الترند اللي خلى الحركة إنه في البداية الجملة مرحبا أنا مروان تلولي أصبح في طابع فكاهي، فالناس تعمل فيديوهات وتركب لك مش عارف إيه وتركب لك قرنين فأصبح إيه كل واحد يعني يبدع في الفيديو. فأخذ ترند سبحان الله يعني. ما المفروض الحين هاشتاج وحين حسابك انت هل تأثر؟ موجود على انستغرام. وانت وين على انستغرام وتويتر؟ انستغرام تويتر وتحس يا علي دفاع قوي؟ يس هو عشوائي استوى. عشوائي سبحان الله يعني طفره. والله ترى السوشيال ميديا شيء. السوشيال ميديا مثل مال الفستان. ايوه هاي في حياتك كانت بفكر تكون في دبي بعد ازرق ومش عارف ولا موجوده كانت معنا. كانت موجوده معنا يعني تخيل من فستان صورته جت بعد كم اسبوع شوف من ازرق الى مش عارف ابيض سبحان الله يعني. وشو رايك احنا في القمه؟ احنا هنا قمه واول وحده من هالنوع وجمعت بين الناس وتعرفنا نحن مثل ما انت بتتعرف على وايدين. فشو رايك في القمه هذه؟ لا صراحه ما شاء الله يعني القمه اسم على مسمى، يعني احنا كنا محتاجين اصلا فعاليه وحده زي كذا في الوطن العربي. سبحان الله يعني ما شاء الله مبادرتكم مبادره جميله جدا انه this is the first of its kind. صح احنا محتاجين اصلا النوع ده من المؤتمرات او الصامتس عموما، الناس تقدر تو مينجل تشوفوا الصوره كبيره حتى يستفيدوا المجتمع عموما من الطفره اللي حاصله دي. اكيد ده. وشو انت كشخص الحين شغال عليه هالايام؟ انا الان على الانترنت في التويتر على عموما الان انستغرام السوشيال ميديا في عكس تجربتي انا او اسقاط تجربتي انا على الانترنت حتى برضو لو اساهم ولو بشكل بسيط في اضافه تكون اضافه ايجابيه وفعاله اقدر اخدم بها اي شخص يقدر يستفيد من التجربه هذه. صح سواء في عموما يعني في الماركتينج او في السوشيال ميديا او كذا. فيا لا والله تواجدك هنا احس شيء ايجابي واكيد الناس استانسوا. الله يخليك حطوا انسان على الصوره اللي شفناها والكلام اللي سمعناه. حبيبي الله يخليك. ففرصه سعيده وان شاء الله نشوفك في القمه الجايه باذن الله. باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. الله يخليك. الله يحفظك.